شيخ طالب، لديك أسرار حول خروج صدام حسين؟ أخ العزيز، هذا الملف احنا كلها الأنبار أغلبهم يعرفون أو ما يعرفون. راح أحكي لله والتاريخ، ولغرض ليس المتاجرة. ذولا من آووا صدام حسين؟ نعم آوينا، نعم، يوم 10/4 ساعة 3 الظهر. الأخ عقولته بثلاثة دز ابن أخته هيثم اللافي، قال وجينا فجأة وإن شخص منقب، شخص منقب، قال أريد الشيخ عبد الحميد. وصعد عم عبد الحميد، قال تفضل. وإذا بي عبد الحمود، قال له إحنا رحنا على البهميم والبهميم طردونا، قبلونا بيت الخربيط. عم حميد قال له إحنا على رغم كل خلافاتنا العرب اللي يجي يمها دخيل الله والنبي محيي. جاءنا فعلا، رحنا إحنا سلمنا صدام حسين من الخالدية، والله يرحمه كان لابس زي كردي، وكان معاه عدي وقصي وعبد الحمود. وفجأة يعني ورا ما راح الأخ عبد اللطيف ما يمشي، وفجأة ورا ما قعد صدام حسين، فجأة الطيارات ضربت طيارات قتلت من أهلي 22 واحد، استشهد بها المرحوم الله يرحمه روكان المجيد، استشهد ويانا. وهذا كل الموضوع الموجود حتى لا يتاجرون به، فإحنا لأن الله أمرنا سبحانه وتعالى بكتابه يقول إذا كافر مو شخص مؤدي الشهادة دخل بيتك فأجره وأقرأ عليه القرآن وأبلغه حتى يبلغ مأمنه، فمو عار. راح 22 واحد ولا فدوة، بس المهم ما انطيناه وطلع سليم كل شيء ما بيه، وراح الله والنبي محمد. ذاك الوقت احنا أدينا واجبنا أمام الله وأمام العرب وأمام ديننا. استضافت عائلة الخربيط الرئيس صدام حسين ونجليه عدي وقصي، وفي يومها تعرضوا إلى غارة أمريكية على منزل العائلة أدت إلى مقتل العديد من عائلته. فبكى الرئيس صدام حسين عندما غادر المزرعة متأثراً على الذين استشهدوا.